خلونا نشوف زياد قدر يجيب النقاط المحتملة. خلينا نفضل. السؤال الأول كان مكان يمكن للإنسان الصعود إليه. عمر قال الجبل أخذ 28، أنت قلت الدرج. صفر. الدرج هو وسيلة للصعود وليس اللي تصعد إليه. السؤال الثاني كان شيء تضعه خارج المنزل. عمر قال السيارة، أخذ احتمال عالي 32 نقطة. أنت قلت حاوية النفايات. نعم 29 نقطة صح. السؤال الثالث شيء تشرب منه. عمر قال ماء، خطأ طبعا، انت قلت إناء ماء وكانت إجابتك 11 نقطة لأنه الإناء يشرب منه. السؤال الرابع مشروب يوضع عليه السكر. عمر قال صودا، أخذ 9. انت قلت الشاي والشاي جاب لك 31 نقطة. روعة. بس هل هناك نقاط راح تجيب لك 60 نقطة بالسؤال الخامس اللي هو يقول شيء يمكن هزة اللي قال عليه موبايل عمر؟ انت قلت عصير هزة. صفر. العصير ينخض ممكن بس مو ينهز، يعني مرجوحة صح، سرير طفل، يعني أي شيء. زيودي حبيبي، زيودي إجاباتك كانت رائعة مو خاسرة، برافو عليك. 25 ثانية وتفضلوا عائلة الجوعاني، تعالوا يمنا احنا ويا 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 زياد. عمر، عمر تعال هنا. عائلة الجوعاني تقدمت بجولاتهم الرائعة، وصلت إلى مرحلة أسئلة السرعة لكن ما استطاعت أن تحقق 200 نقطة. نقولهم ما يخالف، خيرها بغيرها. أنتم تأهلتوا للحلقة القادمة مع عائلة أخرى للفوز والحصول على الجائزة اللي قيمتها 10 مليون دينار عراقي. فإذا نقدر نقول مبروك لكم على التأهيل الثاني. أما أنتم أعزائي المشاهدين فنقول لكم إلى اللقاء في الحلقة المقبلة، تصبحون على خير. كان معكم دائما وأبدا جواد الشكرتي، وفي مال الله، في مال الله، مع السلامة.